مكالمة هاتفية من بن سلمان يستجدي فيها مهدي المشاط، وهكذا كان الرد من الأخير. تفاصيل هامة. رفضت صنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثيين عرضا سعوديا كبير من تحت الطاولة بهدف تمديد الهدنة في اليمن. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن رئيس سلطة المجلس السياسي في العاصمة صنعاء الرئيس مهدي المشاط رفض وساطة غربية لاتصال من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن مهدي المشاط أبلغ الوسطاء بأن مطالب صنعاء معروفة وأن الخيار الوحيد هو القبول بها لا أكثر. وكشفت المصادر بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان يحاول إبرام صفقة تحفظ لبلاده ماء وجهها لتمديد الهدنة بينهم والحوثيين. وجاءت محاولة محمد بن سلمان الجديدة مع تضاؤل فرص تمديد الهدنة وفشل مساعا سعودية لوساطة إيرانية جديدة. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.